مرت في صحتي اقسم بالله تمرت يمين الله تمرت بصح يمين الله ما كنعرفو نتو بوحدو يمين الله ما كنعرفو نتو بوحدو لو كان هاد السيده قلت لك جيت ولقيتها بالفعل دايره في بنتي هكاك وحصلتها مباشره كنت تقول تحاموا عليا ولا جاوا ليا ولا بيا ولا بيها نموت ولا تموت هي وبناتها وجا راجلها خاش يصبعو هكا لبنتي حادرها ليها هكا وكتنتف في بنتي شعر بنتي طار من بلاصتو يعني الا شتي البلاصه تقول هذه مصلعه وهي منتوفه بالايد الا شتي القمش اللي في بنتي تقول هذا بزيزور هو بالضفار مشينا حضرنا ليه 24 مره قلبنا عليه مع قاسي العيالات ما عندهم ما يدار وجاو تحاموا عليه حيدوا ليه قالك حويجو وهاد السيد هو كيحيد حويجو على الناس اقسم بالله كتقول لك هي هربانه على اساس خايفه لا سيدي هي كتخلع هي وهذوك بناتها الصغار اللي هما ضحيه ديالها هي ورجلها اقسم بالله حتى كيخلعوا اقسم بالله حتى كيخلعوا لا ما خايفاش هاد السيده كيدقوا عليها الناس نصب عليهم كتبدا هي تقلب على الرجل وكيوقف رجلها كيشنق عليهم كيقول لها راه لقيتك واقف مع مرتي بزاف الهضره بزاف النصب بزاف الظلم بزاف التعذيب انا بنتي هكاك صغيره وخاس عليا شي حد نموت ونتسطى وما نحيدش من باب الكوميساريه ما نحيدش انت ضيعه كتعيطي على القنوات وكتكذبي الله ياخذ فضل حقك واش حنا في غابه عندنا الشجر في الحسنيه ها ناس الحسنيه يوريكم فيلم لكم شي بلاصه فيها الحسنيه ولوحوها بان ما بصح ها شي حد يبان ويقول بان ما بصح هاد الولد صليب هاد الولد فيه هاد الفعيل ها ظهرو ها انت ها انت ها انت باش تعرف الولد ما كانش والسيده كتكذب كنخرج من 8 الصباح ما كنجي حتى ل 5 ونص العشيه 6 وحاكمه ولادي حاكمه ولادي ولادي اللي بغى فيهم الخدمه غير يكذب يقول رد عليا الهضره اقسم بالله تيموت يوقف غير راجل كبير ويكذب ولا مرأة وتقول لك رد عليا الهضره ولا عايرني يموت نقتلو نشتف عليه برجلي متابعينا الاشواق تي في كنحييكم مره اخرى بعد ما تبعتوا معنا القصه ديال ملاك والعائله ديالها اللي ادعات انهم كيعيشوا الرعب بعد ما الابنه ديالهم كانت غتعرض لمحاوله ديال اغتصاب او تحرش الان حنا مع الطرف الثاني لانها الطبيعه المهنيه انا كنشوف الطرف وكنقلبوا على الطرف الثاني من اجل البحث عن الحقيقه الان هاد السيده هذه هي موت الشاب اللي اتهموه انه تعرض الابنه ديالها وحيد لها حوايجها وكان بغى يتحرش بها هي اللي غادي توضح وغتعطينا كذلك الحقيقه ديالها لا بغيت عاود يعني من الاول انت تفرجتي في فيديوهات عرفتي ديك السيده شنو قالت فيكم وكذلك ديك السيد شنو قال فيكم اما نعرف شنو الراي ديالك ولا تعاود لنا القصه الحقيقيه اللي وقعت الحقيقيه غنعاودها لك اولدي اللي وقعت القصه الحقيقيه هي انا عندي بنتي كتسكن معايا هنا في نفس الحومه مجوجه ربي مازال ما عطاهاش وليدات عندها خوها كانت مربيه مني كانت هنا في دارهم علاش عندي هي الكبيره خدات هذاك الوليد خوها جالس معاها مربيه سخراتو كتعاود ليا سخراتو باش يجيب ليها الخبز قالت لي سير ولدي جيب ليا الخبز سير خويا جيب ليا الخبز خرج باش يجيب الخبز عطيها 1000 ريال ما مضركهاش شاده هكا في ايده وغادي ولد صغير ما عارفش مشى باش يتسخر بناتها هذه هي حالتهم ماشي كنكذب اقسم بالله بناتها يا ربي تسمح ليا زعما الذنوب ديالها وديال راجلها الله ياخذ فيها الحق ضحيه ديالها وديال راجلها تلقاو ولدي باش يحيدوا لي هذيك ال 50 درهم هي كاينه قريبه ما بغاش ولدي يطلق لهم هذيك ال 50 درهم جات حتى هي كضرب فيه جاو وليدات صغار كيتجراو عند بنتي قال ليها شوفي راه خوك كضرب فيه مرت طارزان وبناتها جات كتجري بالفعل لقاتها باقا كضرب في خوها كتصرفخ فيه دفعتها هكا قالت لها لا ما تضربيش هذا ولد صغير ما تضربيش المهم تزايدوا في الهضره شدوا بنتي انا تحاموا عليها هي وبناتها وجا راجلها خاش يصبعوا هكا لبنتي حادرها ليها هكا وكتنتف في بنتي شعر بنتي طار من بلاصتو يعني الا شتي البلاصه تقول هذه مصلعه وهي منتوفه بالايد الا شتي القمش اللي في بنتي تقول هذا بزيزور هو بالضفار هذا هو اللي وقع علاش جيت انا جاتني الخبر جيت لقيت ولاد الجيران فكوا بنتي دخلوها لدارها هزيت بنتي ديتها للكوميساريه الكوميساريه قال لي دي بنتك للطبيب دير لها شهاده طبيه ديت بنتي درت باش ندير لها شهاده طبيه قال لي ما كدارش بالليل دكوا ليها واحد البراوس وانا وليها وهذا جيت بنتي هذاك النهار كنتفاجئ عاوتاني تقول لهم لا راه ولدها بغى يغتصب ليا بنتي وراه سرقونا وراه هادي وراه ديك شي كذوب ما كايناش بتاتا كليا اللي هي اي واحد تخاصمت معاه وتعدات عليه وضربات وهي وبناتها كتقول لهم بان راهم سرقوني وبغوا يغتصبوا ليا بنتي واخا هي قالت لك باللي من بعد ما وقع هذا المشكل جات هنا للدار وتحاميته عليها وضربتها قدام باب الدار كاملين كذوب بتاتا هادشي عندنا بالشهود عندنا بالشهود البلاد ماشي صايبه كاين المخزن واش مني غتعيط على البوليس وغتقول لهم انا واقع لي ما غاديش يجوك لا يعقل كاينين نوامر فابور
ديال التليفون ديال المخزن ديال الكوميسارية، الى عيطي على 19 دنيا كطوق بوليس، الى عيطي كاينين شي ثلاثه نوامر كيجيو البوليس اسيدي. هذه كذوبه ولدي ما كايناش. قالت لك انا يعني ولدك من بعد ما وقع هذا الشيء جمع شي دراري تقريبا قال لك ما بين 40 حتى 60 واحد، وجابوا السيوفه والزره وطلعوا لهم للدار وشدوا راجلها وحيدوا لي سروالو. لا ولدي هذه كذوب، هي ما كتقولش لك ولدي والدراري، قال لك بان ماشي 24 مره، مشينا حضرنا ليه 24 مره، قلبنا عليهم غير ياسين العيالات ما عندهم ما يدار، وجاو تحاموا عليه حيدوا ليه قال لك حويجو. هو هذا السيد هو كيحيد حويجو على الناس، اقسم بالله شحال من حاله دابا لما تصنطيت تايا، شحال من حالات؟ ثلاثه الحالات. اشنو قالوا لك ولدي هذه الحالات؟ تقريبا وافقوا نفس الهضره ديالك. نفس الهضره ديالي. لا حول ولا قوه الا بالله العلي العظيم، لا حول ولا قوه الا بالله العلي العظيم. دابا حاليا الا بغيتي غير وقف غير في الباب، ما نوقفش معاك انا، ودير براسك ديز وسول وسمع الناس اشنو غايقولوا لك. هاد السيده نصابه ولهابه وكذابه وكترمي البطل، اقسم بالله العلي العظيم، اقسم بالله العلي العظيم، اقسم بالله العلي العظيم، هاد السيده كذابه، كلشي اللي قالته كذوب. بنتي شعرها قلت لك ها هو داروا ليه التحاليل باش يبدا يتوضح ديال بنتي ومنتوب من راس بنتي. بنتي ها قمشات في وجهها قلت لك ما كيتسوانوش. يعني قال لك انا حتى هي ولا الزوج ديالها كينصبوا على الناس في الدرب. اه كينصبوا، ها هما ناس كيتسالهم فلوس، ها هما دابا دابا الا مشيتي غتلقى الناس كيدقوا. قول لمراتك تجي تعطينا فلوسنا، كتقول لك هي هربانه على اساس خايفه. لا سيدي هي كتخلع. هي وهذوك بناتها الصغار اللي هما ضحيه ديالها هي وراجلها، اقسم بالله حتى كيخلعوا. اقسم بالله حتى كيخلعوا. لا ما خايفاش. هاد السيده كيدقوا عليها الناس ناصبه عليهم. قال لهم انا ندير لكم قرعات ودير لهم الفلوس. الرجاله كتم غدا في الطريق، الراجل على راجل، يعني كيبقى المراه اللي خاصها تكون شريفه وتزور احترامها. كتبدا هي تقلب على الرجل وكيوقف راجلها كيشنق عليهم. كيقول لي ها لقيتك واقف مع مرتي. بزاف الهضره. بزاف النصب، بزاف الظلم، بزاف التعدو. لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. هاد السيدة كلشي اللي قالته كذوب. كلشي اللي قالته. أنا كون حضرت ما نشكرش لك راسي، يعني مني غتبان ليا بنتي شعرها مصلع وبنتي منتوفة، حتى أنا راه مرا وأم وعندي كبدة. ما نقولش لك أشنو غيوقع ولو نموت. يعني هاد الظلم وهاد الحكرة اللي تعرضت لها من هاد العائلة وكتشوفوا التصريحات ديال يعني كيما قلتي كيكذبوا. كيكذبوا. أه فيا الفقصة في قلبي مرت. مرت في صحتي أقسم بالله تمرت. يمين الله تمرت بصح. يمين الله ما كنعرفو نتبو وحدو. يمين الله ما كنعرفو نتبو وحدو. لو كان هاد السيدة قلت لك جيت ولقيتها بالفعل دايره في بنتي هكاك هك وحصلتها مباشره، كنت تقول تحاموا عليا ولا جاو ليا ولا بيا ولا بيها، نموت ولا تموت. هادشي ديال المشكل تقريبا. دابا الناس اللي سولناهم في الدرب قال لك انا هي عندها واحد الحاجه تقدر تظلمك وتبان ضحيه. وتبان ضحيه، اقسم بالله العلي العظيم. يمين الله حتى هكا قول لها تحيد الكمامه وتحيد الزيف، بينما هي بنتها. انا بنتي تغتصب ليا نموت، انا بنتي هكا صغيره وخاس عليا شي حد نموت ونتسطى وما نحيدش من باب الكوميساريه. ما نحيدش. انت ضيعه كتعيطي على القنوات وكتكذبي. الله ياخذ فيك الحق، الله ياخذ فيها الحق. وحسبي الله ونعم الوكيل، حسبي الله ونعم الوكيل. كنحتسبها عند الله. تعدات لي على بنتي بمعنى الكلمه، يعني كذبات لقبات لي بولدي بالبرهوش. ما خاصهاش تنتقبي هذه الهضره. ماشي حنا ما بقيناش جاهلين، تحضرنا تبارك الله وصلى النبي. البلاد دخلت الحضاره يا سلام، كنقراو فابور كبار وصغار، وزياده حتى كيعطينا سيدنا الادوات وكيعطينا لوليداتنا، يعني ما عندناش نتأزموا في القرايه ولا هذا. بزاف هاد السيده بزاف على كذوب، بزاف 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 بزاف. وليد صغير شدوه بناته في الساحه عباد الله في المدرسه، راه اساسي ومدير باغيين يشهدوا. شدوه في المدرسه، سلختوا الولد حميتو عليه في المدرسه في الساحه، طلعوا المدير والاستاذ، داروا الوليد الفونطولين ودوه للسبيطار داروا ليه الاكسجين. وبناتها ما رباتهمش علاش هي سبحان الله العلي العظيم. هذه المشكله بناتها بجوج، يعني كاين واحده عندها 14 عام وواحده 12 عام، يعني ما كتشوفش تخرج عليهم. خرجات عليهم اصلا، خرجات عليهم. منين البنت كتهضر حسك ولدي من الصنطه ولتحت، خرجات عليهم. منين البنت كيجيو الناس يتبراو منك وما كتلقاهمش بالصواب وكتخرجي تضربيهم وكتخرجي تنفيهم، يعني هذيك البنت سموتي انت واش كتكون هي؟ اش غتكون هي في الحياه؟ كنعرف انا ناس واعرين وما عرفتش دوزو ولكن ولادهم مربينهم. كنعرف انا ناس هما كيقولوا الهضره خايبه ولكن ولده ما ينطقش بها ولا بنته، وولدها ما تنطقش بها ولا بنتها. ولكن هاد السيده بزاف بالغت، بالغت وفوتت. دابا راه ماشيه لواحد السوق في سيدي عثمان كتبيع وتشري فيه، جاو عندي ناس من تما كتبيع وتشري فيه وكتنصب على الناس، كتقول لهم شوفوا السيده راه قبيحه وراه واعره وهربتني من داري. جاو عندي الناس صدموا، جاو عندي الناس شافوا بنتي وشافوا تصورت بنتي تصدموا، وريتهم ولدي تصدموا.
اللي كاذبه عليه وقايله في هذه الهضره. لقبتي الولد بالبرهوش وبالملك ولد قيد الدين عنصر خطير، حضروا بناتكم الناس. مابقاش قادر يخرج للزنقه، المدرسه مابقاش باغي يمشي ليها، ولدي كنخلص عليه فلوس باش يقرا مابقاش باغي يمشي. دات راه تشهير ما نعاودش لك شنو انا درت على هذا التشهير شكايه، درت عليه شكايه. كنتمنى من الله ما تعطلت، وكنتمنى من الله يبان حقي، كنتمنى من الله ومن حموشي ومن سيدنا ومن خوتنا المواطنين. انتوما تاخذتوا ضدهم اجراء قانوني؟ حنا الاولى، انا المشتكيه، راه انا المشتكيه. يعني حتى الساعه مازال، يعني مازال ما كاين باقي ما شفت والو، باقي المسطره واخده الاجراء ديالها ولكن باقي ما بانش ليا. يعني بنتي عندها شهاده طبيه فيها 24 يوم مفتوحه، مكتعبه، ضيعه كتكذب علينا في القناه، ضيعه بزاف المسائل. ولينا كندوزو كنحشمو، ولينا كاينين الناس اللي كيوقفونا كيعرفونا كيقول لك هذه الله يخت فيها الحق. الحكومه كاع كامله عرفت الحقيقه، صيفط لينا في الكومونتير بان ما هاد السيده الله يخت فيها الحق كدابه، راه كدير وها كدير وها كدير وها كدير. كتفاجئ بجيرانها بينها بين الباب والباب 5 متر و6، ضاربه المراه مكرفصه عليها، ضاربه الوليد مكرفصه عليه، كيعاودوا لي الناس انا مفراسيش مع انا كخدام. قالت لهم انا تاجره في حاشاك اودي مخدرات، انا كنخرج من 8 الصباح، عندي حانوت في درب ميلا كنبيع عنصري، الناس كتسمعني وكتشوفني شي حد يكذبني. كنخرج من 8 الصباح ما كنجي حتى ل 5:30 العشيه 6، وحاكمه ولادي، حاكمه ولادي، ولادي اللي بغى فيهم الخدمه غير يكذب، يقول رد عليا الهضره، اقسم بالله تيموت. يوقف غير راجل كبير ويكذب ولا مراه وتقول لك رد عليا الهضره ولا عايرني، يموت، نقتلو نشتف عليه برجلي. هالحومه كلها كتعرف وغتسمع وترد جوابني وتابع هادشي باش تسمع. يعني مربيه وليداتك بمعنى الكلمه، بمعنى الكلمة. كتقول لهم عندها بزاف د البنات، شنو عندي؟ عندي ثلاثة البنات مجوجين ما كاينينش معايا، عندي مالك وآدم عند ختو مربيها، عندي غير مالك وبدر الدين، هادو هما جوج وليدات اللي مازالين معايا. خرجوا لينا 24، خرج لينا 42، فين غادا اختي بهاد الكذوب؟ تالين فين غاتوصلي؟ ما حشمتش وما قالتش عدو بلا في شطار رجيم، وما قالتش الله ينعل الشيطان، وما قالتش التوبة لله، وما خافت لا من مرض لا من حتى شي حاجة. ضرتنا في قلبنا هاد السيدة، أقسم بالله يتضرتني في قلبي بالكذوب وبالنصب وبالتعدو اللي كتعدى على الناس وبالتعدو اللي تعدت لي على بنتي وعلى ولدي صغير. علاش؟ شنو السبب؟ جي دقوا عليا أختي نعطيك 100 درهم. ديجا دق عليا راجلها وبلا منها على ربي، ديجا راجلها كيدق عليا كنخرج الفطور، أقسم بالله العلي العظيم بلا منها الله يا ربي تسمح لي ما بقى عندي تعاجر. كان عندنا الريب هنا كيريبوا في الجرادي، دار القايد وهادو كيريبوا في الجرادي كيحيدوهم، وجا راجلها كيهز لهم هذاك الحديد وداك الشيء بالكروسه وهذا، اقسم بالله الا كنخرج ليه الفطور بلا منه على ربي. يعني في سبيل الله، ولكن دابا هذا المشكل اللي وقع دابا ضرني قلبي. علاش هو كيكذب دابا؟ هو حقر عليه بهاد هكا، مني ما فيهش النفس، مني ما حاكمهاش، مني ما لقاهاش، مني ما حبسهاش على التعدد الاول والثاني والثالث والرابع وبزاف، وكيمشي معاها كينصب عليها الرجال، هذا يعني ميؤوس من امره كافة. دابا نتوما باش كطالبوا يعني كعائله، وكذلك نتوما تاخذوا اجراء قانوني دابا. بالله وبسيدنا وبالحموصي وبجلاله وكيل الملك وبكل من هو مسؤول ياخذ لي حقي وحق بنتي في هذه السيده. كل من هو مسؤول. كتقول لك اخويا باننا بنتها مني ولدي قالت لك شد ليها بنتها، شي بنتها قالت لك سميتها مالك ولا هذه ضربت ضربت ولدي بعصا في ظهره. انا غنوريك غير ظهر ولدي شوفوا واش مضروب. اشي لا اشي حيدتي حيدو كلكم. ها انت خويا شوف لي هذا واش مضروب في ظهره، يعني الا شي ولد مضروب في ظهره بعصا غتبقى اكيد غتكون ضربه ضروري. فين هي الضربه؟ يعني ما كايناش الضربه في ظهره على حساب اللي ها انت ولدي، ها انت ها ظهره، ها انت ها انت باش تعرف الولد ما كانش. والسيده كتكذب هادشي، وضحوا لكم الجيران وضحوا لكم ناس الحومه. دابا الناس راه قالوا الحقيقه والحق غادي توصل كذلك للناس. وات الحومه كلها تبعت ولدي للكوميساريه، الحومه على قدها حيدا ولدي، الحومه على قدها تبعت ولدي للكوميساريه على اساس هاد الولد درويش كيقرا داخل سوق راسو مربي. الحومه على قدها تصنتوا في الدائره ما عطلتش 6 ناس، يعني الشهود كيكونوا غير 3 قاضي الغرض، هادو 6 ناس وجايه الحومه تابعاني. وريتها للكوميسير قلت لها انت سيدي هاد الناس باغيين يشهدوا، قال لي ما يمكنش ليا نتصنت لك اكثر من 3، حنا تصنتنا 6 الناس ولا 5 الله يجعل البركه كافين. دابا كنتمنوا ان شاء الله يعني تاخذوا الحق ديالكم من هاد العائله هادي تي غنطلبوا. ماشي غيبان غير نشوفوا غير بعيني، يوريو لي غير بعيني وياخذوا، يوريو لي غير بعيني وناخذوا، غير برد لي غير الغليل ديالي. حشومه حشومه عيب
عيب عيب، حنا ماشي في الغابه. مره كتقول لك ولدها غادي ليا بنتي للغابه، الا تابعتوا الفيديوهات. مره كتقول لك غادي بيا شي زنقه فيها شجر. واش حنا في غابه؟ واش حنا في غابه؟ عندنا الشجر هنا في الحسنيه، ها ناس الحسنيه، وريكم فيلم لكم شي بلاصه فيها الحسنيه ولوحوها بان ما بصح. ها شي حد يبان ويقول بان ما بصح هذا الولد صليب، هذا الولد فيه هذا الفعيل. هاد السيده الله ياخذ فيها الحق، الله ياخذ فيها الحق. انا دهتني على شغلي ما بقيتش قادر نمشي نخدم. علاش هاد السيده كتصلى على الناس بيديها؟ بيديها كتصلى هي وبناتها، ملي كتشد شعرها كتلويها هكا كتجر وكتحيدو. يعني تقدر تشد ليا مالك صغير وراها تقدر بزاف المسائل. واعره خويا هاد السيده، واعره مني كتعدى وكتبان كتكذب وكيخرجوا ليها الدموع. لا حول ولا قوه الا بالله. الشيء اللي كاين حنا دابا كيف ما جينا نوصلوا رساله للناس، هما قالوا التصريحات فيكم، انت دابا رديتي عليهم. يعني متابعينا كيف ما تبعتوا مع هذه السيده اللي هي الطرف الاخر في القضيه، من بعد التصريحات ديال الزوج والزوجه اللي ادعوا انهم كيعيشوا الرعب، كيعيشوا الخوف من بعد ان الدري يعني حتى هو راه مازال صغير حاول انه يتحرش بالبنت ديالها. ان سمعتوا الرد ديال الطرف الاخر ولكم التعليق، وانتم اللي تحاولوا تحكموا يعني شكون اللي كيقول الصح من الغلط. وكنتمنوا من هذه العائله هذه يعني في حالة يعني كانوا فعلا مظلومين انهم يوصلوا الحق ديالهم، وان رجال الاختصاص وكذلك السلطات يدخلوا في هذا الملف هذا من اجل تعجيل المسطره، لانه كاين مجموعه من الناس في هذا الحي شهدوا لينا بالحرف ان هاد الناس تكرفسوا عليهم، ان هاد الناس نصبوا عليهم، وهاد الناس تعدوا عليهم، ومازال غادي يتبعوا معنا فيديوهات في هذه القضيه وفي هذا الملف. متابعينا كان معكم حمزه مندوب خلف كاميرا عز الدين السطوري، لنا الصوره لكم التعليق. تبارك الله عليكم. اشترك الآن في قناة أشواق تيفي وفعل الجرس ليصلك كل جديد، وشارك الفيديو على مواقع التواصل الاجتماعي. أشواق تيفي جريدة إلكترونية وطنية شاملة ومستقلة.